هابي نيو يير وكل سنة وانتم طيبين واهلا بيكم ومرحبا في قناتكم كانت رز الشانل. فيديو جديد عن هاندا ألتشل وكارن بورسين. قبل ما نبدأ حط لايك للفيديو سبسكرايب للشانل، عايزين نوصل لقناة 2000 سبسكرايبر نهاية السنة، فعل جرس اشعارات عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله على القناة. شكرا جدا، احنا وصلنا 1900 سبسكرايب، ده حاجة انا فخورة بها جدا. فاضل 100 على 2000، يا ريت تعملوا شير للفيديوهات وللقناة. فاضل 100 ده عدد قليل قوي، بس انتوا هتقدروا معايا ونكمل 2000 فعلا قبل نهاية السنة. ويلا بينا نبدأ. في الفيديو ده هكلمكم عن اخبار متنوعة كتير جدا 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 عن كارن بيرسون وهاندا ألتشل، زي ما هم معودنا ان هم كل يوم عندهم اخبار جديدة ومفاجآت جديدة. وقلتلكم في فيديو بتاع امبارح ان الاسبوع ده هيبقى اسبوع حافل بمفاجآت، فكل يوم هيبقى فيه فيديوهات عن مفاجآتهم لينا. وفي مفاجآت النهاردة هنبدأ بالخفيف لحد ما نوصل للتقيل، فكملوا الفيديو للآخر. اول حاجه، كارن بيرسون وصل على انستغرام 6 مليون فولورز، وده رقم كبير بالنسبه لكارن بيرسون، ان هو قبل المسلسل اترك بابي كان 2 مليون فولورز بس. وبالمثل هاندا ألتشل وصلت ل 18 مليون فولورز، وتبقى اكتر ممثله في تركيا حصلت على عدد فولورز كبير. وفي المرتبه اللي وراها في الولاد براك اوزفيكت حصل على 17 مليون وكسور، وفي البنات في المرتبه اللي وراها على طول ديمت اوزدمير وحصلت على 12 مليون فولور. ده اول خبر معانا. الخبر الثاني، هاندا اخذت المركز الاول في تركيا بانها اجمل وجه في مسابقه اجمل 100 وجه في تركيا، وكارن بيرسون اخذ برضو المركز 38 في نفس المسابقه. وكمان هاندا ألتشل اخذت المركز 26 في مسابقه اجمل 100 وجه في العالم. نروح بقى للاخبار الاتقل. اول حاجه، هاندا وكارن هيكونوا ضيوف شرف في برنامج اوسيس تركيا زي ذا فويس كده عندنا، يعني هيغنوا في الحلقة الخاصة اللي بيعملوها البرنامج كل سنة، وبيجيبوا الممثلين المشهورين في الفترة دي وبيطلعوهم على المسرح وبيغنوا، واللي بيبقوا قاعدين على الكرسي مبيبقاش عارفين هو مين وراهم، زي برنامج ذا فويس كده بالظبط. وهيكون معاهم في نفس الحلقة ديمت أوزدمير وإبراهيم تشيلكول، ودول أبطال مسلسل منزلي، والممثلة إزجي مولا بطلة مسلسل شقة الأبرياء، ولاعب الكرة هاكان شالهان أغلو وأنيس أريكان. كل دول هيبقوا في نفس البرنامج لكن فقرات مختلفة. أنا بجد هستنى الحلقة هتبقى عاملة إزاي عشان أشوف المغنيين اللي على الكراسي هيعرفوا الأشخاص اللي بتغني ولا لأ. الخبر اللي جاي معانا، الصورة اللي اتسربت اليوم للهانكر انا نزلتها لكم الصبح في الكوميونتي وعجبتكم جدا، والصور كانت نار 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 بجد، يعني ما فيش كلمة اقدر اقولها على جمال الصورة. وفي المساء فعلا زي ما قلت لكم في فيديو امبارح ان مساء الثلاث هينزل الكفر الديجيتال او الرقمي للمجلة، وهسيبكم شوية تتفرجوا على جمال المجلة وجمال الغلاف. بصوا كرم وهاند قاعدين عاملين ازاي، يعني بجد جوزوهم يا جماعة. المهم، المجلة الشهر ده عددها هيكون اسمه مختلف، هيبقى بيست اوف هالو، وهتتكلم عن افضل حاجات في 2020. وايضا الريبورتاج بتاع كرم وهاندا هيكون بعنوان كيمياء مثاليه وتوافق عالي بين كرم بيرسون وهاندا ألتشل. يعني انا واثقه ان الريبورتاج هيبقى حاجه خرافيه جدا، لان هاندا ألتشل وكرم بيرسون طالما مع بعض اضمنوا انها هتبقى حاجه تحفه. طبعا صوره قمر جدا، وانا بعمل الفيديو لقيت صوره تانية قدامي للهانكر برضو ومعاهم احد الموظفين من مجله هلو. بصوا جمال الصوره، بصوا جمال البوز اللي هما واخدينه وهما قاعدين في مكان زي اسطبل كده للاحصنه. انا عايزه الصور كلها تنزل، ما يفضلوش يقولوا لنا صوره صوره كده. بجد متحمسه جدا اعرف باقي الصور تبقى عامله ازاي والريبورتاج عامل ازاي. الخبر اللي وراه زي ما قلت لكم برضو في فيديو امبارح، ان شركه ام اف عامله مفاجاه. لما قالوا لهم انتوا عاملين مفاجاه اللي هي بتاعه المجله، فقالوا لا احنا عاملين مفاجاه تانية، والشركه فعلا اعلنت عن المفاجاه ان هي كمنتجه لمسلسل اترك بابي ومسلسل طبيب المعجزه هتكون بتقدم هدايا لمعجبين المسلسلين، وقررت انها هتدي فرصه لشخص معين عشان ينضم للمسلسل منهم كضيف شرف، وهيخلوا الناس اللي معجبين بالمسلسل يقدموا على ان هم يظهروا في المسلسل كضيوف شرف ويختاروا عشوائي، ومع الاختيار ده هيكسب واحد يبقى ضيف شرف او ياخد دور بسيط في احد المسلسلات. فيعني دي فرصه جميله جدا، وخساره لو حد من تركيا ما راحش ياخد دور الضيف شرف ده، يعني هيمثل في المسلسل. والخبر الاخير معانا، حساب مسلسل اترك بابي نزل صوره عن الممثلين كلهم جميعا في صوره واحده، والصوره دي كانت من الحفله لان كلهم لابسين نفس اللبس اللي كانوا بيه في الحفله، وكتبوا عليها كل سنه وانتم طيبين، كل سنة وانتوا جميلين زي ما انتوا كده. انا خلصت كل الاخبار اللي عندي، اتمنى تكونوا انبسطتوا. اكتبوا رايكم في الكومنتات، لو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا في الكومنتات وانا هرد عليكم. بس كده يكون الفيديو خلص، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله على القناة. باي باي.